بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذان مجلسان الليلة وغدا بإذن الله تعالى في هذا الموضوع المعلن عنه في جدول الدورة العلمية الرابعة لهذا العام في فقه المناسك، وهذان المجلسان سيكونان معقودين للحديث عن الدماء المشروعة في الحج. والحديث عن هذا الدرس وهذا الباب من فقه المناسك باعتباره أحد موضوعاتها المهمة التي تندرج في فقه هذه العبادة العظيمة في قصد بيت الله الحرام. ولا يخفى على طالب علم شرف التفقه في شريعة الله ومعرفة الحكم الذي كلف الله تعالى به العباد وفي الصحيح قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن كان الفقه في الدين جملة محمودا مطلوبا شرعا وله من الفضائل والخيرات ما دلت عليه النصوص الشرعية الكثيرة، فإن من فقه الشريعة فقه واجب الوقت خاصة، وها آكد فقه الشريعة جملة. والمقصود بفقه واجب الوقت هو معرفة أحكام ما يتعلق به العبد وما ترتبط بذمته من التكاليف. فإذا أقبل شهر رمضان تعين عليه أن يفقه من أحكام الصيام ما تصح به عبادته وما يؤدي به الفرض الواجب عليه. وإذا حلت عليه الزكاة ووجبت في ماله أيضاً تعين في حقه أن يفقه من أحكامها ما يؤدي به الواجب. وقل مثل ذلك في وجوب الصلاة والطهارة وسائر الأحكام. أما وإن الزمان زمان حج لبيت الله الحرام، ونحن في ثاني أشهر الحج وفي خاتمته ومقبلين على العشر الأوائل من ذي الحجة، فإن الحديث عن فقه المناسك فوق أنه من فقه الشريعة جملة فهو من فقه واجب الوقت الذي أقبلت فيه جموع الحجيج تبحث عن إدراك هذه الفريضة وأداء هذا الركن العظيم. ومن فقه المناسك الذي اجتمعنا لأجله في هذه الدورة الرابعة التي تقيمها مشكورة الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام، من فقه المناسك فقه أحكام الدماء المشروعة في الحج. والمقصود بأحكام الدماء المشروعة هي هذه الدماء التي تراق تقرباً لله تعالى. وقبل الشروع فيما سنتدارسه في مجلس الليلة ومجلس الغد بعون الله تعالى، ها هنا مقدمات مهمة لا بد منها بعد أن فرغنا من التقديم في أهمية التفقه بعامة وأهمية التفقه في واجب الوقت بخاصة. المقدمة الثانية تقول: الحديث عن الذبح لله وإراقة الدم تقربا لله حديث عن عبادة عظيمة في ميزان الشريعة، بغض النظر عن كونها واقعة في أحكام المناسك. الذبح لله عبادة عظيمة جاء ذكرها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وانحر في الآية هنا كما أخرجه المفسرون عن عدد من السلف في معنى قوله عز وجل وانحر، أي انحر البدن، كما ثبت هذا عن مجاهد وعطاء وقتادة وعكرمة. وقال سعيد بن جبير: انحر البدن بمنى، يعني يدل على عمل الحج خاصة. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: النسك هو الذبح يوم الأضحى. وفي حديث الصحيح أن أنس رضي الله عنه ذكر تضحية النبي عليه الصلاة والسلام، قال عكرمة أيضاً في الآية أن ينحر النسك. وقال مجاهد: النسك هو الذبح الذي في الحج والعمرة. وكذلك الشأن فيما ثبت عن سعيد بن جبير والسدي والضحاك، فهؤلاء جملة من مفسر الأمة من السلف
صحابة وتابعين يذكرون أن النحر في قوله فصلِّ لربك وانحر أي نحر الهدي، نحر البدن، الذبح يوم الأضحى في الحج وفي غيره، هذا جاء مقروناً بالصلاة كما ترون، فصلِّ لربك وانحر، أمر الله بالصلاة وأمر بالنحر، والمقصود أن ندرك أن الذبح عبادة عظيمة لوحده، فكيف إذا وقع في أعمال الحج والعمرة؟ كيف إذا جاء الهدي من واجبات التمتع والقران في الحج؟ كيف إذا جاء عملاً مستحباً أن يهدي البدن للبيت الحرام ويذبح تقرباً لله عز وجل؟ وكذلك أيضاً ذكر الطبري عن محمد بن كعب القرظي قيل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قوله فصل لربك وانحر، قال محمد بن كعب قيل هذا للنبي عليه الصلاة والسلام لأن قوماً كانوا يصلون لغير الله وينحرون لغير الله، فقيل له اجعل صلاتك ونحرك لله إذ كان من يكفر بالله يجعله لغيره. فإذا هذا تأكيد يا كرام على أن الذبح عبادة عظيمة، وكما يقع تقرباً لله قد يقع بسببه الشرك بالله، ومن ممارسات الشرك والكفر التي يفارق بها المرء دين الإسلام عياذاً بالله وتقريب القرابين وإراقة الدماء والذبح لغير الله وأن يذكر اسم غير الله عز وجل على الذبائح. فالمسألة ليست قضية إراقة دم في لحم يؤكل أو ينتفع بجلد المذبوح ونحو ذلك، هي عبادة عظيمة يحبها الله جل وعلا. الحديث أيضاً عن الذبح والنحر جاء في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال مجاهد النسك في الآية الذبح في الحج والعمرة، وكذا ثبت عن سعيد بن جبير والسدي والضحاك الذبح في قوله هو نسكي، يعني الذبح الذي يكون في أداء المناسك في الحج والعمرة هو لله جل وعلا. ذكر الإمام الطبري رحمه الله هذه الأقوال في معنى فصل لربك وانحر، ثم قال وأولى هذه الأقوال عندي الصواب، وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال معنى ذلك فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من الأنداد والآلهة، وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان شكراً له على ما أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفء له وخصك به من الكوثر الذي أعطاك إياه. هذا تقديم يا كرام لأن نقول إن حديثنا في فقه المناسك عن الدماء المشروعة في الحج حديث عن عبادة عظيمة لها ثقلها في ميزان الشريعة. أي عبادة؟ الذبح لله، والله عز وجل يحبها ويأمر بها ويعلي قدرها، وجعل إراقة الدماء في المناسك من تعظيم شعائره سبحانه وتعالى، فقال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإن كان شعائر الله في الآية هنا عام، وهو كما يقول المفسرون يشمل كل شعيرة من شعائر الدين، فالصفا والمروة من شعائر الله، وعرفة ومزدلفة ومنى من شعائر الله، والكعبة والأذان والصلاة كل ذلك من شعائر الله، لكن الآية في سياقها الأساس سيقت لبيان الهدي وما يذبح على أيدي الحجيج بمنى والمشاعر تقرباً إلى الله في أداء المناسك بدلالة السياق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذه مقدمة لننتقل منها إلى ثالثة، درسنا بعنوان الدماء المشروعة في الحج، لأن المشروع أعم من قولنا الدماء الواجبة، ففي الحج دماء واجبة ودماء مستحبة، وإذا أردنا جمعها في الحديث عنها في هذين المجلسين سنقول الدماء المشروعة في الحج. الدماء المشروعة فيها ما هو كفارة يأتي جبراً لنقص وخلل يقع في فعل المناسك،
ومنها ما هو قربان يتقرب به العبد ويهدي شكراً لله جل وعلا. ولهذا يقول بعض الفقهاء: الدم في المناسك نوعان، دم شكران ودم جبران. دم الشكران هدي التمتع والقران وما أشبه ذلك، ودم الجبران ما يجبر به الخلل وفوات الواجب أو فعل المحظور، فإن الدم هنا يذبح جبراً للنقص الخلل والخلل الذي وقع في أداء النسك. الدماء المشروعة أيضاً في الحج جاءت في نصوص الكتاب والسنة على نوعين: نصوص عامة ذكرت شأن الدماء وإراقتها والذبح لله جل وعلا، جاءت في نصوص عامة في مثل قوله سبحانه وتعالى: فصلِّ لربك وانحر، وفي قوله عز اسمه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهناك نصوص خاصة جاءت في بيان أنواع هذه الدماء، وكل ذلك موجود في الكتاب وفي السنة. دلت هناك آيات محدودة على أنواع من الدماء المخصوصة التي ستكون محل حديثنا. ما أنواع الدماء التي جاءت في القرآن؟ الآيات الخاصة دلت على نحو من 5 أنواع من الدماء المشروعة في الحج. أولها دم الإحصار، إذا أحصر المحرم عن بلوغ البيت الحرام لإتمام النسك حجاً كان أو عمرة، فإنه يذبح ما يتحلل به من إحرامه ويسمى دم الإحصار. قال الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. والدم الثاني المذكور أيضاً في القرآن فدية الأذى، في قوله سبحانه: فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والنسك في الآية هنا هو الذبح، كما في حديث كعب بن عجرة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو اذبح شاتاً. النوع الثالث في الدماء المشروعة في الحج الواردة في القرآن هدي التمتع ومثله القران. قال الله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. الرابع جزاء الصيد، وهو من الدماء الواجبة أيضاً. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فمن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف. النوع الخامس الهدي العام، واجباً كان أو مستحباً، وهذا جاء في عدة آيات في مثل قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وقوله عز اسمه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، وقوله عز اسمه: لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وقوله سبحانه: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. المقدمة الأخيرة التي سنتحدث عنها قبل الشروع في الدماء التي ستناولها في درسنا هو عناية الفقهاء بهذا الباب. الدماء المشروعة في الحج محل عناية للفقهاء، فاعتنوا بذكرها، وهم يتناولون المسائل المتعلقة بالدماء المشروعة في الحج على أنحاء متعددة يمكن تقسيمها إلى 7 أقسام. حديثهم أولاً عن أحكام هذه الدماء وجوباً واستحباباً، حديثهم ثانياً عن فضائلها وأجرها وثوابها، حديثهم ثالثاً عن أوقاتها المشروعة، حديثهم رابعاً عن صفاتها المجزئة وغير المجزئة، ما الذي يصح ذبحه وما الذي لا يصح، حديثهم خامساً عن المقدر فيها والبدل، ما الذي جاءت الشريعة بتحديد المقدار فيه في الذبح وما الذي جاء فيه البدل مشروعاً، حديثهم سادساً عن توزيعها والتصرف فيها،
وأخيراً ثمة أحكام متفرقة يأتي حديث الفقهاء عنها التماساً لما جاءت به النصوص الشرعية ومحاولةً لضبط هذا الباب من الدماء المشروعة في الحج. ولتدركوا يا كرام أهمية هذا الباب عند الفقهاء وتمام عنايتهم به، فإنهم رحمة الله عليهم اهتموا بهذا الباب من الدماء المشروعة وجعلوا ينصون على أحكامها ويلملمون مسائلها المتناثرة من أجل ضبطها للمتفقه والذي يبحث عن حكم الشريعة فيها. وقد ظهرت عناية الفقهاء بهذا الباب من فقه المناسك في أكثر من صورة، منها أولاً أنهم يذكرون فقه الأحكام لأحكام الدماء المشروعة في الحج، يذكرونها ضمناً في الحديث عن فقه المناسك. فأي كتاب فقه تجد فيه كتاب الحج والعمرة أو صفة المناسك فإنهم يجعلون ضمن ذلك الحديث عن الدماء المشروعة في الحج، وهم يتحدثون مثلاً عن محظورات الإحرام ويتطرقون في ذكر المحظورات إلى ما يترتب على المحظور من الدماء، يتكلمون عن واجبات الحج ويتعلقون فيه أيضاً بذكر ما الذي يترتب عليه إذا فاتت تلك الواجبات، وربما خصوا فصلاً في فقه المناسك للإحصار فذكروا فيه أحكامه والفدية المتعلقة به. جاءت عناية الفقهاء في مظهر ثاني أنهم يفردون في كتاب المناسك باباً مستقلاً للهدي والأضحية والعقيقة، فيجعلون الدماء المتشابهة مجموعة في باب، فإذا درست الباب فإذا هو حديث عن الدماء بالمسائل المذكورة آنفاً، يجمعونها في نسق منتظم يذكرون فيه أحكام هذه الدماء لتمام العناية بهذه الأحكام من فقه المناسك. ثم إنهم في مظهر ثالث، أعني الفقهاء، اهتموا بذكر أحكام الدماء المشروعة في الحج على نحو أكمل، فأفردوها بمصنفات مستقلة. ربما ألف بعضهم كتاباً يختص بأحكام الدماء المشروعة كما صنع الإمام أبو بكر ابن علي بن ظهيرة القرشي الشافعي، وقد ألف رسالته كفاية المحتاج إلى الدماء الواجبة على المعتمر والحاج، وهو كتاب مطبوع جمع فيه ما يتعلق بالدماء، وقد صنع غيره أيضاً مثل هذا الصنيع. وفقهاء الشافعية ربما كانوا أوفر حظاً من غيرهم من فقهاء المذاهب عناية بأبواب الدماء المشروعة في الحج والتصنيف فيها على استقلال، كما أن في نهاية المحتاج للرمل الشافعي رحمه الله في خاتمة الكتاب في المناسك أنواع الدماء في الحج، ثم جاء شراح المنهاج وقسموها أيضاً إلى أربعة أقسام كما يصنفون: دم ترتيب وتقدير، دم ترتيب وتعديل، دم تخيير وتقدير، دم تخيير وتعديل، هي قسمة لتوزيع الدماء، وقد جعلوها 20 نوعاً من أنواع الدماء التي تأتي في فقه المناسك وبيان ما يتعلق بكل نوع منها من الأحكام المختصة بها. ونظمها بعض الفقهاء الشافعية، وبعضهم صنف في شرح تلك المنظومات مخصوصاً في بيان فقه أحكام الدماء المشروعة في المناسك حجاً أو عمرة. تنبيه أخير، فإن الفقهاء لما يذكرون رحمهم الله الحديث عن الدماء المشروعة، دم الإحصار، دم الهدي، دم التمتع ونحو ذلك، عادة ما يذكرون مع دماء الحج الأضحية والعقيقة، مع أن الأضحية ليست من أعمال الحج، فلماذا يجمعون مع هدي الحج، لماذا يجمعون معه في كتب الفقه عادة الحديث عن الأضحية والعقيقة؟ أما العقيقة فلكونها دما يذبح تقربا لله ولا علاقة لها بالمناسك، لكنها صفة مشتركة بين العقيقة والهدي والأضاحي، المشترك بينها أنه دم يذبح شكرا لله وتقربا له سبحانه وتعالى بما يحب جل وعلا. ثم إن ما يتعلق بالعقيقة وهي ما يذبح في تمام يوم المولود السابع، ما يتعلق بأحكام العقيقة
ومشترك بينها وبين الهدي والأضحية السن المجزئة وما يتعلق بها من العيوب التي ينبغي تجاوزها، هذا قدر مشترك في غالب المسائل فيجمعونها معها ويدرجونها. أما الأضحية فوجه الشبه بينها وبين الهدي في الحج والمناسك أقرب شبها من العقيقة، والسبب لأن الأضحية واقعة في أيام ذي الحجة، فهو في يوم عيد الأضحى وهو العاشر من ذي الحجة الحرام، مع أن الأضحية كما أسلفت ليست من أعمال الحج. وهذه مسألة تختلط عند كثير من الحجاج، وكثير من إخوتنا الحجيج يسألون يقول قدمت للحج وعندي أضحية في البلد تركتها عند الزوجة والأولاد وأوصيتهم يذبحونها يوم العيد، فهل هذا يغني عن هدي التمتع وأنا جئت حاجاً متمتعاً؟ وبعضهم يقول أنا عندي هدي تمتع سأذبحه هنا في مكة يوم العيد إن شاء الله تعالى، فهل هذا يجزئ عن الأضحية؟ والجواب أن الأضحية يا كرام عبادة مستقلة لا علاقة لها بالحج، وهو ما يذبحه المسلمون كافة في كل بلاد الإسلام يوم العيد، عيد الأضحى يوم العاشر من شهر ذي الحجة، وهم ليسوا حجاجاً في بلدانهم وأقاليمهم، لكن يذبحونها شعيرة من شعائر الله على ما سيأتي تفصيله بعد قليل. أما الحجاج الذين يقدمون لأداء الحج بيت الله الحرام فإنهم يتعلق بهم من الذبح نوع آخر، هو هدي التمتع إن كانوا متمتعين، أو هدي القران إن كانوا قارنين. أما إن كان أحدهم مفرداً بالحج وليس مع حجه عمرة جاء بها فإنه مفرد، والمفرد لا يلزمه الهدي ولا يجب عليه، وإذا لم يجب عليه الهدي فإنه يبقى له باب الهدي المستحب مفتوحاً، وله أن يهدي تطوعاً. وحتى المتمتع والقارن كما سيأتي تفصيله في مجلس الغد إن شاء الله، كم الواجب عليك أيها الحاج في هدي التمتع؟ شاة واحدة. طيب فهل من حرج إذا أراد أن يذبح الحاج شاتين أو ثلاثا؟ لا حرج، ستكون الأولى واجبة والزائد مستحبا. النبي عليه الصلاة والسلام نحر 100 ناقة وليست واجبة عليه، لكن ذبحها تقربا إلى الله وتعظيما لله سبحانه وتعالى، وهو يقرأ قول الله عز وجل فيما أنزل عليه من الوحي ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا هذه الدماء على أنحاء متعددة كما أسلفت لكم وهي مشتملة على أنواع كثيرة منها، سيكون مجلس الليلة إن شاء الله تعالى خاصاً بأول أنواع الدماء المشروعة في الحج، وهو الحديث عن دم الأضحية، مع التأكيد أنها ليست من أعمال الحج لكنها تقع في أعمال الحج، ولكونها عملاً يشترك فيه الحجيج وغير الحجيج فجعلتها أولاً، وسيكون الحديث عن باقي الدماء في مجلس الغد إن شاء الله تعالى. الأضحية يا كرام سيأتي تفصيل الحديث عنها في نقاط متعددة كالتالي. النقطة الأولى الحديث عن تعريف الأضحية ما هي ومن أين جاء اسمها. أضحية بضم الهمز، ويجوز أن تقول إضحية بكسر الهمز، وجمعها أضاحي، وربما قال بعضهم ضحية وضحايا فتحذف الهمزة من أول الكلمة، وكل هذا سائغ في اللغة. الأضحية من غير تعريف نحتاج إلى صياغته هي ما يذبحه المسلمون من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم أو الماعز تقرباً إلى الله يوم عيد الأضحى وما بعده. عرفها بعض الفقهاء بأنها ما يذكى تقرباً إلى الله تعالى في أيام النحر بشروط مخصوصة. سميت أضحية كما قال بعضهم اشتقاقاً من الوقت الذي شرع ذبحها فيه. في أي وقت تذبح؟ في ضحى يوم العيد، فلما ذبحت في الضحى قيل من هنا جاء اسم الأضحية وبها سميت، والأصل في هذه التسمية وقت الأضحية، ثم أطلق على ما يضحى به هذا الاسم. شرعت الأضحية في السنة الثانية من الهجرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودلت عليها بعض النصوص مثل قوله سبحانه وتعالى في سورة الكوثر فصلِّ لربك وانحر،
ومر بك قول المفسرين في معنى قوله تعالى وانحر. ثم تقول آخر في معنى وانحر ذكره بعض المفسرين وأورده الإمام الطبري أيضا رحمه الله في تفسيره، لكنه معنى ضعيف ضعفه الحافظ ابن كثير وغيره من المفسرين، وهو أن قوله وانحر أي اجعل يدك في نحرك في الصلاة إذا وقفت، لكنه معنى ضعيف. يروى عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بسند لا يثبت وفيه نكارة، وعامة ما يروى فيه ليس فيه دلالة تساعد على إثبات هذا المعنى، وأن الأرجح الذي عليه كافة المفسرين أن النحر هنا هو الذبح الذي تذبح فيه البدن والبقر والغنم تقربا إلى الله عز وجل في عيد الأضحى. أيضا قال الله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. منسكا أي عبادة يشرع فيها النسك ويتقرب فيه إلى الله جل وعلا لإقامة ذكر الله على تلك الذبائح عند ذبحها. وأما في السنة ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. ضحى بكبشين أملحين أقرنين، معنى أملحين ما معنى أملحين؟ نعم، فيهما بياض وسواد، أقرنين لهما قرون. قال ذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما على صفحة عنق الكبش لما ذبحه عليه الصلاة والسلام. والإجماع منعقد بين فقهاء المذاهب على مشروعية الأضحية. إذن هي عبادة ليس فيها خلاف بين مذاهب الفقهاء وثابتة بالكتاب وبالسنة. وضحى نبينا صلى الله عليه وسلم وضحت الأمة من بعده. النقطة الثالثة بعد التعريف والمشروعية الحديث عن الحكمة من الأضحية. لماذا شرعت لنا أمة الإسلام؟ لماذا شرعت لنا الأضاحي؟ ولماذا نذبحها كل عيد؟ هو فرحة. وكثير من المسلمين ربما غاب عنه أن ذبح الأضحية يوم العيد ليس عادة اجتماعية فقط، وليس فرحة بطبخ اللحم وأكله والتوسعة على النفس والأهل والعيال، هذا أحد الحكم. لكن للأضحية حكم عظيمة عديدة شرعت لنا أمة الإسلام، وأول ذلك أنها عبادة نتقرب بها إلى الله. يا أخي، عندما تشتري أضحية في بلدك وعندما تذبحها لبيتك وأسرتك، اعلم تماماً أنك عندما تشتريها بحر مالك أو تربيها عندك حتى يحين وقت ذبحها أنك تتقرب إلى الله، كما تتقرب إليه بالصلاة، كما تتقرب إليه بالصيام، كما تتقرب إليه بالقرآن والدعاء والذكر والصدقة. هذه عبادة. والله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي سورة الحج يقول الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وسيأتي الحديث عن هذا تفصيلا. فإذا هذا من حكم الأضحية أن نتقرب به إلى الله عز وجل. حكمة ثانية، الأضحية يا أمة الإسلام سنة نبيين من الأنبياء، إبراهيم الخليل عليه السلام ومحمد سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. أي رؤيا؟ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ماذا قال لابن الطائع؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. امتثل الخليل عليه السلام وأطاع الابن الكريم عليه السلام، فجاءت الكرامة الإلهية وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فقد ضحى إبراهيم الخليل عليه السلام. وحديث الترمذي وابن ماجه وإن كان ضعيفا، لما ضحى النبي عليه الصلاة والسلام سئل ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم.
الحديث وإن كان ضعيفاً يشهد له ما أخرج أبو داود بسند صحيح من حديث جابر رضي الله عنه قال: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجعين، فلما وجههما إلى القبلة قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفاً وما أنا من المشركين. إذن هذه سنة اثنين من الأنبياء عليهما أفضل الصلاة والسلام. حكمة ثالثة يا كرام، نحن بالأضاحي بذبحها كل عيد، في عيد الأضحى نحن نشكر الله، الذبح لله شكر واعتراف بالنعمة. على ماذا؟ على ما سخر لنا من هذه الأنعام. قال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. يريد الله أن يرانا يا أمة الإسلام، هل نحن من الشاكرين له جل جلاله؟ نعم، فتثبت أمة الإسلام يوم الأضحى بذبحها للأضاحي أنها أمة شاكرة، على درب نبيها صلى الله عليه وسلم سائرة، تعترف لله بالنعمة وتشكره وتذبح القرابين والأضاحي إثباتاً لشكرها لله جل وعلا. رابعاً يا كرام، من حكم الأضاحي إعلان وتعظيم الله وإظهار علامة التقوى في قلوب العباد لربهم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. في الأضاحي كيف نعظمها؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله، كيف أعظم الأضحية؟ قال السلف: تعظيم الأضاحي استسمانها وغلاء أثمانها. تدري ما معنى هذا؟ يعني أن تنزل السوق فتشتري الأضحية السمينة الثمينة، الأكثر لحماً والأغلى ثمناً، وأنت لو اشتريت الرخيصة التي أجزأ سنها شرعاً أجزأتك ذبيحتك، تنزل السوق فترى شاتين كلتاهما مجزئة، هذه بألفين وهذه بألف، غير أن هذه أقل لحماً، ليست مريضة وليس فيها عيب، لكن الأخرى فاخرة مليئة اللحم ثقيلة الوزن، ولذلك غلى ثمنها. صدقني عندما تكون قادراً فتشتري الأغلى والأثمن والأسمن، وليس في قلبك إلا أنك تفعل ذلك تعظيماً لله، وتبذل ما تبذل من المال بفرح وسرور، وفي النهاية تذبحها واللحم لك وأكلها لك وأنت المنتفع بها. لكن حسبك أن قام بقلبك أن الله علم منك تعظيماً له عز وجل، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كان بعض السلف إذا نزل السوق فاشترى أضحيته لا يسمح للجزار أن يحملها ولا أن يسحبها، يأخذها هو فيحملها فوق ظهره في السوق ويمشي بها تعظيماً لها، ويراه أنه بذلك قد قدم شيئاً عظيماً ينتظر جزاءه في صحيفته يوم يلقى الله. يا إخوة، ولله المثل الأعلى، لو أن شخصاً عزيزاً عليك كريماً لديك حبيباً في قلبك أشد الحب، عزمت أن تشتري له هدية بمناسبة ما، فنزلت السوق فرأيت أنواع الهدايا، بالله عليك حبك له وإعزازك له وتعظيمك وإجلالك لمكانته عندك، أي الهدايا ستشتري؟ الأثمن والأغلى والأجمل. نحن في الأضاحي نقربها لله، مع أن اللحم لنا وسنأكلها وننتفع بها، لكن الله كما قال: ولكن يناله التقوى منكم. فمن حكم الأضاحي إعلان هذا التعظيم لله وإظهار تقوى القلوب لله عز وجل بذبح الأضاحي. من الحكم خامساً في الأضاحي يا كرام الخير الذي يجده المضحي في أضحيته. أي خير؟ الخير السعة والرزق من الله والخلف بخير. كان بعض السلف كما ساق ابن كثير في تفسيره يقول: إن بعض السلف كان يستدين ويسوق البدن ما عنده، فيذهب يقترض من أجل أن يهدي البدن. قيل له: تستدين وتسوق البدن؟ قال: إني سمعت الله تعالى يقول: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. يقول: فأنا ألتمس الخير من الغني الكريم الذي قال لنا إن فيها خير.
من الحكم أيضاً في الأضاحي يا كرام التوسعة على الأهل والعيال والجيران، ألسنا نذبح الأضحية فنفرح بلحمها ونأكل ونهدي لجيراننا ونتصدق على فقرائنا؟ في حديث مسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب، وزاد في رواية وذكر لله عز وجل. هذه جمل يا كرام من حكم الأضاحي وغيرها كثير نجدها في طيات هذه العبادة العظيمة، لندرك أنها أعظم وأكبر وأوسع من مجرد ذبيحة أتينا بها فذبحناها في البيت. أقرب لكم الصورة يا أحبة، لو أن بعضنا يذبح كل شهر أضحية لحم ثلاجة للبيت، أو يذبح كل شهرين أو في السنة مرتين أو ثلاثا، اذبح ما شئت، ذبائحك طيلة العام في كفة وأضحيتك في كفة، وقد يكون مؤداها واحدا، أنت تأخذ اللحم تأكل توزع تهدي ترسل لأقاربك، لكن أنت الآن في يوم عيد الأضحى في عبادة عظيمة يحبها الله ورفع قدرها وأخبر أن الاعتناء بها دلالة على ما يقوم بقلب العبد من تعظيم لله جل جلاله. أنتقل إلى العنصر الرابع في الحديث عن الأضحية، وهو الحديث عن حكمها. هل الأضحية واجبة أو مستحبة؟ الأضحية واجبة، يعني يأثم من يتركها، أم هي مستحبة على الندب والجزاء والأجر والثواب ولا حرج على من ترك؟ ها هنا قولان للفقهاء يا كرام. القول الأول بالوجوب، بأن الأضحية واجبة على من؟ على الموسر القادر الذي يملك قيمتها. يعني على هذا القول من كانت عنده قيمة أضحية ولم يضحي فهو آثم لأنه ترك واجبا من الواجبات. هذا القول يا كرام هو قول أبي حنيفة رحمه الله والليث بن سعد وبعض المالكية، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وقال هي أحد القولين في مالك أو ظاهر مذهب مالك رحم الله الجميع. قال أبو حنيفة رحمه الله الأضحية واجبة على المقيم الذي يملك نصابا، الغني القادر. وقال الإمام مالك رحمه الله لا يتركها، يعني الأضحية، فإن تركها فبئس ما صنع إلا أن يكون له عذر. وقال الليث وربيعة لا نرى أن يتركها الموسر المالك لأمر الأضحية. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد قال أما الأضحية فالأظهر الوجوب، وساق الأدلة وناقش الخلاف فيها مع الفقهاء. يقول الشيخ ابن عثيمين أيضا رحمه الله والقول بالوجوب للقادر قول قوي لكثرة الأدلة على عناية الشرع واهتمامه بالأضحية. هذا القول الأول، وعليه من سميت لك من فقهاء الإسلام رحمة الله عليهم جميعا. القول الثاني الذي عليه جمهور الفقهاء إن الأضحية سنة مستحبة وليست واجبة، هذا قول الإمام مالك والشافعي وأحمد في مذاهبهم جميعا رحمهم الله، وقال به أيضا بعض الفقهاء الآخرين كالظاهرية الإمام داود وابن حزم وغيرهم. قال سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعلقمة والأسود والشافعي وأبو ثور رحمهم الله جميعا لا تجب فرضا، لكنها مندوب إليها، من فعلها كان مثابا ومن تخلف عنها لا يكون آثما. وكذلك القول عن بعض فقهاء الحنفية كأبي يوسف رحمه الله فإنه يرى استحبابها وليس وجوبها. والدليل على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء أنه ليس هناك دليل صريح صحيح يوجب، وأقوى ما تمسكوا به من الأدلة قوله تعالى فصل لربك وانحر، قالوا هذا أمر، لكن الدلالة هنا ليست في غاية الوضوح والصراحة. والجمهور لما قالوا إنها مستحبة استدلوا بحديث صحيح مسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي قال وأراد، إذن هي ليست على الإلزام، علقها بالإرادة صلى الله عليه وسلم، قال فلا يمس من شعره وبشره شيئا، وليس هذا أيضا موضع سياق الأدلة وذكرها. لكن الشافعي رحمه الله لما علق على الحديث وأراد أن يضحي
قال: ولو كانت واجبة لقال: فلا يمس من شعره حتى يضحي. ثم نقل بعض أصحاب السنن والمسانيد والمصنفات أنه صح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبهما، كانت خشية من التزامهم بالأضحية أن يثبت عند الناس معنى الوجوب وهي ليست كذلك. هذا فيما يتعلق بموقف الفقهاء من حكم الأضحية، وسياق الأدلة هاهنا طويل متسع، ولعل الراجح والعلم عند الله القول باستحبابها، لأنه قول جمهور الصحابة وجمهور أهل العلم ممن جاء بعدهم من فقهاء الإسلام، وهو قول الأغلب والكافة. لكن الاحتياط يا أحبة في أمة الإسلام ألا يدعها مسلم قادر عليها، من كان قادراً فلا ينبغي له ترك الأضحية ولو لم نقل بالوجوب، لكن ما ينبغي له أن يتركها، خصوصاً بعدما وقف على ما فيها من الحكم والفضائل وما فيها من الأجر والثواب، وخصوصاً تعظيم شعائر الله عز وجل وإبراء الذمة. يقول النووي رحمه الله: التضحية سنة مؤكدة وشعار ظاهر ينبغي لمن قدر أن يحافظ عليها. ها هنا سؤال قبل أن أنتقل للعنصر الخامس: هل يجوز لغير القادر أن يقترض ويستدين من أجل أن يضحي؟ هو ليس قادرا، هل يجوز له أن يقترض ويستدين؟ هذا السؤال وجه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى عمن لم يقدر على الأضحية هل يستدين؟ فقال كالتالي: الحمد لله رب العالمين، إن كان له وفاء، يعني إن كان عنده مال أو يظن أن يكون له مال يستطيع السداد، إن كان له وفاء فاستدان ما يضحي به فحسن، ولا يجب عليه أن يفعل ذلك. إذن لا يجب، لكنه لو فعل وهو قادر على السداد فلا حرج. معنى ذلك أن هذا لا ينطبق على رجل كثير الديون وشديد الفقر، فإنه يزداد بذلك ديناً وليس مطلوباً منه أن يزداد من الدين لأنه مذموم شرعاً. وقال أيضاً رحمه الله: ويضحي المدين إذا لم يطالب بالوفاء، ويستدين ويضحي إذا كان له وفاء. أنتقل إلى العنصر الخامس، وهو ما يقع به الأضحية. بماذا نضحي يا أمة الإسلام؟ نضحي ببهيمة الأنعام، إبل وبقر وغنم. أما الإبل والبقر فقد ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أخرج البخاري ومسلم عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما نبدأ يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. قال: فننحر، والنحر الأصل أنه يكون للإبل، فإن البقر والغنم تذبح، وإن كان اللفظ يقوم مقام الآخر في بعض الأحيان. أخرج البخاري ومسلم أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت: فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر. والجمهور على أنه يشترك سبعة في بقرة أو سبعة في بدنة في ناقة، وأنها تجزئ عنهم. ودليل ذلك ما أخرج مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقر عن سبعة. وفي حديث آخر أيضاً في رواية: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. وله عدة أحاديث أيضاً في هذا المعنى في الاشتراك بين الإبل والبقر في سبعة، وأما الغنم فإنها تجزئ عن الواحد في أضحيته. وغير هذا فثمة أقوال شاذة ضعيفة لا يلتفت إليها في جواز الأضحية بغيرها، مثل الدجاج وبعض أنواع اللحوم، وإن ذكرت عن بعض الفقهاء لكنها أقوال شاذة. وفقهاء المذاهب على التضحية بالإبل والبقر والغنم خاصة، ما أفضلها؟ إذا كان يجوز التضحية بالإبل وبالبقر وبالغنم فما أفضلها؟
الجمهور على أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم. المقصود الإبل يعني إذا ذبح ناقة كاملة أو بقرة كاملة، مع أنه يجوز أن يشترك مع ستة آخرين. إذن فرق بين أن تقول ضحى ببقر أو بسبع بقر، المطلوب كم؟ سبع بقر، لكن هذا جاء مقتدر فضحى ببقرة كاملة. الأفضل أن يضحي ببقرة أو بشاة، البقرة أعظم. وكذلك الشأن في البدنة، فمذهب جمهور الفقهاء على أن الأفضل في الأضاحي الإبل ثم البقر ثم الغنم ثم سبع بدنة ثم سبع بقرة، يعني إفراد الأضحية بشاة أفضل من الاشتراك في بدنة، هذا من ناحية التفضيل. أما الإمام مالك رحمه الله فقال في الهدي، هدي التمتع في الحج، الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، وقال بالعكس في الأضحية. مذهب مالك على أن الأضحية الأفضل فيها الغنم ثم البقر ثم الإبل، واستدل بصنيع النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وبفعل إبراهيم عليه السلام قال الله وفديناه بذبح عظيم، وكان الفداء كبشا أو بقرة، كان الفداء كبشا. قال ابن كثير الصحيح الذي عليه الأكثرون أنه فدي بكبش. يقول القرطبي رحمه الله هذه الآية دليل على أن الأضحية بالغنم أفضل من الإبل والبقر، والجمهور يرون أن الأفضلية عائدة إلى الثمن وإلى زيادة اللحم، وأنه كلما زاد كان أعظم أجرا، والمسألة في هذا يسيرة إن شاء الله تعالى، والتفضيل فيها محل نقاش كما بينت لكم. المسألة السادسة، ما هو السن المجزئ في الأضاحي؟ ما هو السن المجزئ شرعا، يعني أقل سن معتبر؟ الأضحية والهدي والفدية والعقيقة سواء في هذه المسألة، لا بد فيها من سن، سواء كنت تذبح عقيقة لمولود أو تذبح هدي تمتع أو كفارة أو تذبح أضحية. السن المعينة في الإبل والبقر والغنم والضأن والمعز ما أخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والمسنة هي الثني من كل شيء، ثني الإبل 5 سنوات ودخل في السادسة، ثني البقر 2 سنين ودخل في الثالثة، ثني الغنم 1 سنة ودخل في الثانية. وأما الجذع من الضأن وهو ما تم له 6 أشهر فإنه يقوم مقام الثني في المعز، ولهذا أجاز جمهور الأجاز الفقهاء الجذع من الضأن، وبعضهم يرى اشتراط السنة أيضا في الضأن لأنه المسن كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النووي رحمه الله ومذهب العلماء كافة أنه يجزئ، يعني الجذع من الضأن، سواء وجد غيره أم لا، وحملوا قوله عليه الصلاة والسلام إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، قال حملوه على الاستحباب والأفضل، وتقديره يستحب لكم ألا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فجذعة ضأن. قال وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن أنها لا تجزئ بحال، وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره، وقوى كلامه الحافظ ابن حجر رحم الله الجميع. ننتقل إلى مسألة سابعة، ما وقت الأضحية؟ متى يبدأ؟ ليلة العيد؟ يوم العيد قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ يوم العيد بعد الصلاة. ولما ذبح أبو بردة بن نيار شاته قبل الصلاة قال له النبي عليه الصلاة والسلام شاتك شات لحم، يعني لحم ثلاجة للبيت وليست الأضحية التي هي عبادة، قال شاتك شات لحم. فلما اعتذر قال يا رسول الله أنا ما عندي الشاء إلا هذه، وعندي عناق، فهل تجزئ؟ قال إنها تجزئك ولن تجزئ عن أحد بعدك. فدل الحديث على أنه لا يجوز ذبح الأضاحي إلا بعد صلاة العيد، إذا فرغ الإمام من الصلاة فيشرع الذبح عندئذ. هذا من ناحية الابتداء في وقت الأضاحي، وأما آخر وقته فللفقهاء فيه قولان.
القول الأول: إن أيام التشريق كلها وقت للذبح. ما أيام التشريق؟ 11 و12 و13 إلى غروب شمس يوم 13 من ذي الحجة، يعني يوم العيد وثلاثة أيام بعده، كل هذه وقت ذبح. هذا قول الشافعي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحم الله الجميع. ودليلهم حديث أحمد وابن حبان بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أيام التشريق ذبح. والحديث ضعفه بعض أهل العلم وصححه الألباني ومن سميت لكم من الآئمة. أخرج الإمام مسلم أيضا الحديث المذكور آنفا: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ما علاقة هذا بالذبح؟ قالوا: لما جعلها أيام أكل وشرب دل هذا دلالة غير مباشرة على أنه قد يكون فيها ذبح فيؤكل اللحم وينتفع فيكون من الأيام المعدودة في الذبح. القول الآخر: إن الذبح هو يوم العيد ويومان بعده فقط، يعني يوم العيد 10 و11 و12 وبغروب شمس 12 ينتهي وقت ذبح الأضاحي. هذا قول أبي حنيفة ومالك وأحمد. بل ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلا أن من أخرها إلى غروب ثالث أيام العيد، يعني يوم 12، وجب عليه أن يتصدق بها حية، وذبحها لا يعتبر لأنه أخرجها عن وقتها. واحتجوا بأن التقدير لا يثبت إلا بنص أو اتفاق، والاتفاق واقع على اليومين الأولين بعد العيد، وهو مروي عن عمر وابنه عبد الله رضي الله عنه، فيستحب أن لا تؤخر الأضحية عن ثالث العيد. واستدلوا بأدلة، منها حديث ما أخرج الإمام مالك والبيهقي عن ابن عمر أنه كان يقول الأضحى، يقول الأضحى يومان بعد يوم الأضحى، يقول الأضحية يومان بعد يوم الأضحى، يعني يوم العيد ويومان بعده. إذن الاحتياط يا كرام ألا يتجاوز المضحي ثالث أيام العيد، يعني ثاني يوم بعد العيد، العيد ويومان بعده، احتياطا لأن هذا محل توافق بين الفقهاء، وإن وجد من يقول بجواز تأخيرها إلى اليوم الثالث. هذه جملة المسائل المهمة المتعلقة بالأضحية يا كرام، أختمها بتنبيهات ومسائل مهمة على النحو الآتي. أولاً، الأضاحي يجوز ذبحها في هذه الأيام ليلاً ونهاراً، وبعض الفقهاء قال بكراهية الذبح ليلاً، ويروى عن الإمام مالك أنه لا يصح ذبحها بالليل، وليس على هذا دليل، والراجح جواز ذبحها بالليل أو بالنهار، والأمر في هذا سواء. الأمر المسألة الثانية: لو تأخر عن أيام التشريق بعذر، يعني شخص اشترى الأضحية وجهزها يوم العيد، ذهب يصلي العيد، جاء للبيت وجدها قد هربت، فرت من البيت، وجلس يبحث عنها واستغرقت عملية البحث يومان ثلاثة، وجد، طب هو فقد الأمل وظن أنه إن شاء الله مأجور، يعني أنا اشتريت وبذلت السبب لكنها فرت، طيب وجدها رابع يوم العيد، يذبحها ولا ما يذبحها؟ وتقع أضحية. طيب لو حصل تأخير عن أيام التشريق بعذر من غير تفريط وما وجدها إلا بعد فوات الوقت، أو وكل شخصاً يذبحها فنسي، فإنه لا بأس أن تذبح ولو خرج الوقت للعذر، قياساً على من نام عن الصلاة أو نسيها ثم تذكرها فإنه يؤديها. وكذلك إذا مرضت الأضحية أو ماتت قبل أن يضحى بها، اشتراها قبل العيد بيومين ثلاثة، ليلة العيد أصابتها آفة أو ماتت، هل يلزمه شيء؟ يعني يلزمه أن يشتري أضحية أخرى؟ الجواب: لا يلزمه. أخرج البيهقي عن تميم بن حويص رحمه الله قال: اشتريت شاة بمنى أضحية فضلت، يعني هربت. وسئل ابن عباس قال: اشتريت شاة بمنى أضحية فضلت، فسألت ابن عباس عن ذلك فقال: لا يضرك. وأخرج الإمام مالك أيضاً في الموطأ والبيهقي وأيضاً عن ابن عمر قال: من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت، فإن كانت نذراً أبدلها، وإن كانت تطوعاً فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. ثمة مسألة سنختم بها لكن في مجلس الغد إن شاء الله، في شروط الأضحية وبعض مسائلها المتعلقة بها، مع التنبيه على جملة من الأحاديث الشائعة المنتشرة عن الأضاحي
وهي غير صحيحة لا يصح روايتها ولا الاستشهاد بها، ستكون في مجلس الغد إن شاء الله تعالى.